اليوم نتواجد في رواق رابطة كاتبات المغرب، رواق كاتبات المغرب الذي استضاف منذ بداية المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 27 مجموعة من الكاتبات، من الشاعرات، من الروائيات، من المبدعات على جميع الأصعدة. في البداية كانت هناك مجموعة من التوقيعات ولا زالت التوقيعات مستمرة لمجموعة من الأخوات اللواتي ينتمين لرابطة كاتبات المغرب على مستوى فروع المملكة من الجهة 12 وحتى مغاربة العالم أيضا. إذا قلنا أننا طيلة الأيام المعرض الدولي للنشر والكتاب استضاف رواق رابطة كاتبات المغرب مجموعة ديال الأخوات المبدعات اللي وقعوا إصداراتهم الجديدة، الإصدارات مدة سنتين اللي ما تسمحش لهم ظروف ديال الجائحة، أن باعتبار أنه لم يكن هناك المعرض، لم يعقد دورة المعرض، وبالتالي كان زخم كبير من الإصدارات اللي توقعت على مستوى رواق رابطة كاتبات المغرب. زيد على ذلك أننا في هذه الدورة أيضا قمنا بإطلاق مشروع يسمى مشروع الكاملة على مستوى ناحية الديجيتال. مشروع الكاملة الذي سنأتي في الأيام المقبلة على مضامينه بشكل مفصل جدا، وهو يتعلق بالاهتمام بالملكية الفكرية للمبدعة في رابطة كاتبات المغرب، والذي تشرف عليه مباشرة السيدة رئيسة رابطة كاتبات المغرب بديعة الراضي. من جانب آخر قمنا بهيكلة اللجنة التحضيرية لتأسيس رابطة الكاتبات الإفريقيات، باعتبار أن ضيف الدورة 27 المعرض الدولي والكتابية إفريقيا وتتويجا للعمل جنوب جنوب في علاقة المغرب بإفريقيا، قمنا بالتأكيد على هذه الفكرة ونحن نعد العدة لإعداد مؤتمر تأسيسي لرابطة الكاتبات الإفريقية. أكثر ما ينبغي أن أركز عليه في هذه الدورة هو أننا أصدرنا كتابا جماعيا أشرف عليه الأستاذ حسن بريش، وهو كتاب وفاء للراحلة فقيدة الكتابة النسائية والأدب النسائي في المغرب، الإعلامية والصحفية والكاتبة المبدعة رحمها الله عزيزة يحضيها عمر. الكتاب بطبيعة الحال كان مشاركة ديال مجموعة ديال الصديقات والأصدقاء، ليس فقط عضوات رابطة الكاتبات المغرب أو عضوات المكتب التنفيذي، ولكن على الصعيد الوطني شارك أبوا إلا أن يشاركوا في هذا الحفل، حفل الوفاء، بكتاباتهم، بإنتاجاتهم، بإبداعاتهم، وفاء لروح الراحلة عزيزة يحضيها عمر. بالنسبة إذا قلنا أو إذا أردنا أن نتحدث عن هل هناك كتابة نسائية أو إبداع نسائي، للمتتبع للشأن الثقافي بشكل عام، وقبل أن تكون رابطة كاتبات المغرب كانت هناك مجموعة من المبدعات مغربيات على جميع الأصناف الأدبية ينتمين إلى إطارات أخرى. كان هناك أدب نسائي بغض النظر عن تواجد رابطة كاتبات المغرب. نحن في رابطة كاتبات المغرب حاولنا أن نمسح الغبار عن مجموعة من المبدعات اللواتي كنا مهمشات على الصعيد الثقافي بإصداراته. كانت هناك نساء يكتبن وتظل كتاباتهن حبيسة البيت الآن بتشجيع رابطة كاتبات المغرب، وبانفتاح أيضا رابطة كاتبات المغرب على مجموع فروع المملكة، على مجموع الجهات، استطعنا أن نضع الحجر الأساس لكتابات نسائية بامتياز.